تشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطورا ملموسا في مختلف المجالات وقد تبلور ذلك سياسيا في حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك كما يهتم البلدان بتوسيع دائرة الحوار والتبادل الثقافي كجسر للتقارب بين الشعبين علاقات متميزة تشهدها مصر والدنمارك في المجالات كافة خاصه في ظل حرص البلدين الصديقين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف ازاء القضايا الدوليه محل الاهتمام المشترك لتتوطد العلاقات الثنائيه بشكل كبير نتيجه تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بهدف تفعيل وتدعيم التعاون المشترك فدبلوماسيا تعددت اللقاءات بين وزير الخارجيه سامح شكري ومسؤولين من الدنمارك لبحث جميع ملفات العلاقات الثنائيه وسبل دفعها قدما، وهو ما اثمر عن توقيع مذكره تفاهم بين وزاره الخارجيه المصريه ونظيرتها الدنماركيه، وذلك بشان التشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين حول العلاقات الثنائيه والقضايا الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك. لتمتلك العلاقات بين مصر والدنمارك من مقومات القوة والمتانة ما جعل القاهرة وكوبنهاجن شركاء في مجالات عدة ومتنوعة كما تتفق الدولتان على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي جوانب عده مشتركه بين البلدين من بينها الجانب الثقافي حيث يهتم البلدان بتوسيع دائره الحوار والتبادل الثقافي كجسر للتقارب بين الشعبين فضلا عن الحرص المتبادل على المشاركه في الفعاليات والمهرجانات الفنيه والثقافيه التي تنظمها كل من البلدين